بمناسبة إن دي أول مباراة رسمية لمارسيل كولر، خلينا نروح نشوف لقاء خاص للبيت الكبير مع مارسيل كولر. ماذا قال مارسيل كولر من تونس؟ ونرجع نكمل بقية هذا الحوار. مرحب بيك كابتن اسلام الشاطر، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. تحدي كبير ومباراه مهمه وصعبه الحقيقه، لكن بنبارك اكيد لمستر مارسيل كولر، انطلاقه جيده جدا في الموسم، انطلاقه ايضا كمان جيده تحديدا للجهاز الفني بالكامل، مجهود بوزل بشكل كبير من تحضيرات فنيه في المباراه الوديه. كل الامور دي هنتكلم معاها طبعا مع المدير الفني مستر مارسيل كولر. بنبارك له بالتاكيد طبعا عن هذه المباراه. تابعنا كل المباريات الوديه، تابعنا التدريبات، في شغل كبير بيبذل، كان ينقصنا التوفيق النهارده والحمد لله قدرنا ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه في اخر دقائق. الامر ده بيمثل ايه لمستر كولر وانطلاقه الموسم بتمثله ايه؟ طبعا هو مهم جدا ان الواحد يبقى البدايه قويه وبدايه كويسه. الفريق اشتغل كويس جدا الاربع اسابيع اللي فاتت، كانوا كل لعيبه مركزه بتسمع بتحاول انها تطبق كل اللي احنا بنطلب منهم في التمرين، لكن المهم ان احنا لسه في بدايه الطريق، لسه قدامنا طريق طويل، عايزين لسه نتحسن، محتاجين فكرتنا وفلسفتنا في كره القدم انها تتطور اكتر من كده وتوصل للعيبه احسن من كده. لكن طبعا كويس جدا ان الواحد يبقى يبدا بمكسب، وده بيدي ثقه اكتر ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح، وده مهم جدا للعيبه ان هما يبقى عندهم ثقه ان هما يكملوا على نفس الطريق. قطعنا شوط اول في تونس، عندنا شوط قوي جدا في القاهره، محتاج مجهود اكبر، محتاج تركيز اكبر كمان من لعيبه النادي الاهلي. كيف سيحضر الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر لهذه المباراه؟ Wie werden Sie sich dann für das nächste Spiel vorbereiten? انا هبدا من اول ما احنا في الطياره، هبدا التحضير على طول، هقعد اتفرج على ماتشات وهبدا اجهز الماتش الجاي من الطياره. طبعا احنا كسبنا بره ارضنا وده طبعا حاجه كويسه بتدينا دافع، لكن مهم جدا ان احنا واحنا على ارضنا نفضل مركزين، ما نسمحش ان يحصل اي مفاجآت مش عايزينها، وان احنا نكسب الماتش على ارضنا برضو. الرساله اللي ممكن يوجهها لكل لعيبه النادي الاهلي للاستمرار على هذا التركيز الكبير وعلى المجهود الكبير. عندي سبيلر dass sie weitermachen und weiter dran bleiben. اهم حاجه ان احنا ان اللعيبه تبقى عارفه ان احنا ما كسبناش، ده شوط اولاني، بنفرح النهارده بس، ومن اول بكره خلاص بنقفل الصفحه ونبدا التجهيز للمباراه القادمه ان شاء الله. وهنبدا احنا على طول من اول دقيقه ان احنا نحضر للمباراه القادمه. فمهم جدا ان احنا ننبسط النهارده بس مش اكتر من النهارده، وبكره هيكون ان احنا مستعدين للماتش الجاي وان احنا دايما نطلع احسن ما عندنا. كل الشكر والتقدير لمستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. عندنا امل كبير ان شاء الله خلال المرحله القادمه والمباراه القادمه يستمر النادي الاهلي على شخصيته الكبيره وروح الفانيله الحمراء، وان شاء الله كابتن اسلام ال11 اهلاوية. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد. ده طبعا قبل ما كانوا يصعدوا الى الطائره مباشره، الطياره دلوقتي في الجو، يعني ان شاء الله يجوا بالف الف سلامه ويوصلوا كلهم سالمين غانمين. زي ما قلت لحضراتكم ان الموضوع بسيط جدا، زي ما الراجل قال ممكن نحتفل النهارده، كل واحد هيرجع النهارده من البيت يروح يشوف ولاده ويشوف مراته ويشوف والدته ويشوف والده، يقعد مع اخواته كذا كذا كذا، والموضوع انتهى. بكره تمرينه عشان نبتدي للي جاي للي بعده.